ألف مبروك للنادي الأهلي بالتلاتة، باقي على الدرع تلاتة. الأهلي يعزف أجمل الألحان وينصب السيرك للدراويش. ثلاثية رائعة بأقدام علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة. حطها بكل اقتدار علي معلول. وأليو باجي في الدقيقة 65 بعد مراوغة رائعة لمدافعي الإسماعيلي، وأطلق تسديدة صاروخية بيسراه سكنت شباك محمد مجدي. وأخيرا أحمد الشيخ من متابعة رائعة في الدقيقة 72 من خطأ الحارس مرمى النادي الإسماعيلي. الأهلي بهذه النتيجة رفع رصيده إلى 71 نقطة، وتبقى له 3 نقاط فقط للاحتفال بالدرع رقم 42 رسميا. مكاسب